يسعدنا ويشرفنا ويفرح قلبنا وجود الاسقف الجليل نيابه الانبا بكير صاحب الضحكه الجميله والقلب الطيب. منور يا سيدنا. ربنا يخليك، اهلا بيك. تعيش يا سيدنا، فرحانين خالص بوجود نيافتك معنا هنا في النمسا. وانا كمان. تعيش يا سيدنا. في البدايه نحب نتعرف على نيافتك، الاسم قبل الرهبانه وتاريخ ومكان الميلاد. كان اسمي نادي سامي جبران، مواليد 4/5/62، 4 شهر مايو 62. فترة الطفولة للأنبا بكير كانت شكلها ازاي يا سيدنا؟ كنت طفل شقي هادي؟ ساعات كنت ابقى شقي، لكن في المعظم كنت ببقى هادي، يعني شقوات كده بسيطة. وانا صغير كنت بيقولوا ان انا بتحرك كتير، لكن في ابتدائي كنت هادي. كان الأستاذ بتاعنا في مدرسة الأحد بيوصلنا يعدينا الشارع، كنا بنحبه قوي، وهو موجود ربنا يديله الصحة. ويمكن برضو في ناس تاني كان بيعدي الشارع بقت كهنة، ويعني كنا أطفال من إحدى مدارس الأحد بسعادة. يعني نيافة الأنبا بكير ترتيبك الكام بين إخواتك؟ أنا بس الأولاني، ولي أخ تاني أصغر مني وبس. نيافتك خدمت في الكنيسة زمان، من كنيسة إيه نيافتك؟ الابتدائي وإعدادي وثانوي مريمينة شبرا، وبعد كده أنا عزلت ورحت مصر الجديدة، لكن فضل خدمتي في مريمينة شبرا، وشوية أحضر قداسات أو تسبحة في كنيسة ماري جرجس هليوبوليس، فأعتبر يعني من ده ومن ده، لكن الأساس شبرا. خدمت نيافتك في مدارس الأحد؟ مدارس الأحد خدمت فترة طويلة، فصل كده خدناه من 6 ابتدائي لغاية ما اتخرجوا ودخلوا الجامعة. وبعد كده أنا مسكت اجتماع الخريجين في هذا الوقت، كان اجتماع جديد وكنت بخدم في الخريجين في مريمينة شبرا. هل نيافتك ذكريات مع مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث؟ كلنا طبعا نفتكر بابا شنودة اللي احنا يعني هو رسمنا وقضينا وقت معاه كتير، كان له هيبة طبعا وحاجات كتير، لكن احنا ممكن تقولي اللي اتعلمت منه او اللي استفدت منه ان الواحد يطلع الكلمة بحساب. بابا شنودة كان ياخد الكلام ويفكر ويقول كلام مركز، وكل كلمة ليها معنى، وما يتكلمش كتير كلام يتغلط، ويقول كلام محدد، بحيث يعني دي حاجة الواحد يتعلمها منه. ساعات الواحد بيرد أي رد ويتكلم أي حاجة ويكتشف إنه غلط كذا غلطة. كان بابا شنودة كان مدقق جدا في اختيار الألفاظ. مواقف كتيرة لطيفة معاه. مرة وأنا أخ طالب رهبنة كنت بتمشى في الطريق المؤدي الى المقر البابوي، فلقيت راهب ماشي جاي في سكتي، بقول له سلام، ببص في وشه لقيت البابا شنودة، فانا اتخضيت. قال لي ايوه هو، امشي بهدوء، مش عايز حد ياخد باله، امشي بهدوء زي ما انت ماشي. فانا اتلبشت طبعا، بابا كان بيتمشى مش عايز حد يحس ان البابا الاحسن ايه، كل الدنيا تهجم تسلم، فهو عايز يتمشى. فانا معقوله ببص كده، معقوله بابا. مواقف تانية، مره كان يمكن 92 93، كان سيدنا البابا صلى قداس في 1/8 او بمناسبة عيد ميلاده، وكان ساعتها نيافة الانبا سرابامون مسافر امريكا، فاللي صلى القداس ده مع البابا بس قداس خاص كده في المقر البابوي كان نيافة الانبا ديفيد اسقف امريكا حاليا في نيويورك، وكنا اخوة لابسين ابيض، واثنين رهبان عينهم الانبا سرابامون وبس، ما كانش في حد في القداس. فطبعا كنا يعني بنصلي مع البابا كده، فكان له هيبه والواحد خايف حتى بيطلع مرد وهو صوته بيترعش يعني. وبعد كده قعدنا مع قعده، وكان قال حد حب يسال حاجه، فانا قلت له عايز اسال يا سيدنا في حادثه تلميذي عمواس، فلقيته انفجر في الضحك. قال لي حادثه ايه؟ مفيش حادثه. قلت له يعني، قلت له اسف، في وقعه تلميذي عمواس. قال لي وقعه ايه؟ فطبعا ايه، كان هو صاحب ضحك. كنت انا بساله ساعتها سؤال، بقول له تظاهر تلميذي عمواس كانهم رايحين لمكان ابعد، ازاي تظاهر يعني؟ ازاي المسيح يعمل حاجه زي كده؟ مش دي نوع من الغش او الخداع؟ بس فاكر بقى ساعتها ان انا ما عرفتش اسال السؤال، كل ما اقول له حادثه ووقع قال لي احنا يعني. كان لطيف يعني، وجاوبني ساعتها اجابه طويله يعني اللي فاكره منها حاجات لطيفه. قال لي اشمعنى دي اللي مزعلاك؟ ما يعقوب ابو الاباء قاعد يصارع ربنا وساب ربنا كانه يغلبه، هو يعني كان غلبه؟ وذكر مواقف كثيره شبيهه، وقال ان ربنا بيعمل كده للخير، ما دام قصده خير اوكي، لكن
لو قصد الواحد يتظاهر بحاجة عشان يضر اللي قدامه هنا غلط، لكن يتظاهر للخير أوكي. و أذكر برضو مرة موقف، كنت راهب بخدم في أبو ظبي، وجيت سلمت عليه كنت في المقر، وبعدين قال لي أبونا مين؟ قلت له ابنك بكير في أبو ظبي. قال لي الله، ده أبونا فلان من دبي، وأبونا فلان من العين، وأبونا فلان من مش عارف من القطر ومن الكويت، كلكم مسلمين عليا النهارده ولا امبارح؟ هو انتوا كلكم نازلين أجازة في وقت واحد؟ ما يصحش تسيبوا الخليج، طب افرض واحد مات مين يصلي عليه؟ كلكم نازلين في وقت واحد؟ فأنا اتربكت كده وقلت له الحقيقة سيدنا أنا حبيت أخبرك قداستك قبل ما أرجع يعني. قال لي يعني أنت راجع؟ قلت له إن شاء الله يا سيدنا. اخد صوره مع قداستك، واخدت صوره، هي يمكن دي الصوره الوحيده اللي واخدها كده رسمي مع البابا واقف جنبه عشان اتصور. افتكر برضو مره كنا مع ساعه التجليس، ساعه التجليس كان يافت انبا انتوني قال لي اروح اسكندنافيا، فانا كان بيكلمني في لجنه البر والبابا بمسمع مننا، فانا مش عارف يعني ايه اسكندنافيا. أم بقى بيقول لي بابا بيقول لك تروح لاسكندنافيا، قلت له اسكندريه؟ ما مش عارف يعني اسكندنافيا. فراح بابا شنو ده؟ قال لا اسكندريه لا. فانا مش فاهم، قال لي افهم بيقول لك ايه، ففهمت الانبا انتوني ورحت قلت له انا موافق. قال لي موافق على ايه؟ قلت له تشوفوا قداستك اروح اسكندنافيا. قال لي اكتب لي ورقه. رحت شادد ورقه من المكتب كده وكاتب له موافق. قال لي لا اكتب لي ورقه. رحت كاتب بخط كويس كده يا سيدنا انا تحت امر قداستك اروح اسكندريه. خد الورقه وطبقها كده، قعد يطبق فيها وحطها في جيبه وقال لي طيب نروح ونشوف. دي كانت اخر حاجات سنه 2009. المثل الاعلى اللي ساهم في تشكيل شخصيه نيافه الاب بكير؟ لا ناس كتير، ما حدش يعني، كان مش واحد، مش شخصيه معينه كنا بنقلدها خالص. ممكن تفتكر لنا ثلاثه سيدنا؟ افتكر طبعا اب اعترفنا قبل الدير الانبا مكاري وابونا اخنوخ مريمينا شبرا. انبا مكاري متنيح اسقف سينا، كان يعني شخصيه في اتجاه رهباني وكان له مبادئ ثابته واضحه، ده طبعا اثر فينا وعلمنا حاجات كتير، واستمر ارشاد الروح لينا حتى في الدير ومع الانبا سربامون يافت انبا سربامون اسقف رئيس الدير، كان برضو انبا مكاري له تاثير عليه. وطبعا انبا سربامون رئيس الدير برضو اتعلمنا منه حاجات حلوه، ده في فترة الرهبنة أو ما بعد الدير. ما قبل الدير كان معظم الخدام اللي معانا في قداس الأحد نذكر لهم الطيبة واللطف، ويعني اتعلمنا منهم حاجات حلوة، أهمها إن هم كانوا يحبوا يقروا الإنجيل كتير. نذكر خادم عندنا يعني علمنا إن الإنجيل حاجة مهمة، كان يصحى الساعة 6 الصبح عشان يقرا الإنجيل، دي اتعلمناها منه في المعسكرات والمؤتمرات، فانطبع في ذهني قوي إن احنا اول حاجه الواحد اول ما يعملها يصلي ويقرا الانجيل اول ما يصحى قبل ما يتلخم وقبل ما يعمل حاجه. الحاجات دي اتغرست فينا واحنا صغيرين، وانا اذكر واحنا صغيرين ان انا ما كنتش بروح كنيسه كتير قوي لغايه سن اعدادي، لغايه ما طلعت مؤتمر في اسكندريه كان وانبسطنا قوي وتصاحبنا على بعض قوي، وبعدها بقينا نروح الكنيسه طول النهار. طبعا انا مش فاكر المؤتمر كان عن ايه، لكن فاكر ان النتيجه ان احنا حبينا الكنيسه بسبب المؤتمر ده. عشان كده دايما انا بقول في الخدمه المؤتمرات اهم بكتير من بالنسبه للشباب كمان، هي دي اللي هتربطهم بالكنيسه، مش الوعظ في الكنيسه والوعظ في القداس، مش ده اللي هيحببهم في الكنيسه، اللي هيحببهم المؤتمر ومحبه الجو نفسه، وبعدين هيجي بعديها بقى العمق اللي بعد كده، انما كانت البدايه هي المؤتمر ده. نيافتك درست يا سيدنا؟ انا اتخرجت من كليه طب عين شمس سنه 86، ومعانا مجموعة كبيرة اتجمعنا على جروب على الواتساب دلوقتي سعداء ببعض ان احنا نلتقي، منهم خمسة بقوا كهنة ومنهم برضو ناس كتير بقى دكاترة في كل انحاء العالم. اتخصصت يا سيدنا؟ بدأت اتخصص بطنة شيست وما كملتش، دخلت في وقت الامتحانات، دخلت الدير في زمن الامتحانات، فقلت خلاص جاب من عند ربنا. ظروف دخولك الدير كانت ازاي يا سيدنا؟ اكيد كان في مقدمات قبليها. من سنة يعني نقدر نقول 88 لغاية 92 كنت بتردد على الدير. كنت الأول بفكر في الفكرة كده وحاسس إنها يعني متخوف ومش عارف أنا أتصرف صح ولا لأ، فكنا بنصلي الموضوع كتير وبناخد خلوات كل شوية. كنت الأول عايز أدخل دير السريان
وبعدين سبت يعني، بقيت اروح دير الانبا بشوي بسبب اني اتعرفت على احد الاباء هناك. اتعرفت بطريقه لطيفه، كان هو واحد صاحبي بيعمل عمليه زايده، فتعرف على احد الاخوه، خالته بتموت في المستشفى وتصاحبوا على بعض، وبعدين خالته ماتت فراح يعزيه، وهو بيحكي لي راح عز صاحبه وبعدين قال لي انا اتصاحبت على بعض وهنروح نزور الاديره مع بعض، تيجي معانا؟ كنت انا دايما اروح في هذا الوقت دير الانبنطونيس، كنت دايما اروح دير الانبنطونيس، ويعني بفكر اتراه بني يبقى هناك لان ده الدير الوحيد اللي اعرفه، لغايه ما تخرجت لم اكن قد زرت دير الانبا بشوي نهائيا. وبعدين زرنا دير الثلاث اديره بتاعت وادي النطرون اللي هم كانوا ثلاثه دلوقتي كتروا، بتاعت وادي النطرون، ورجعت. وبعد كده باسبوع اسبوع اتنين بيكلمني صاحبي ده وقال لي الاخ اللي احنا وصلناه الدير اللي كان معانا ده دخل الدير الاسبوع اللي فات عشان يترحب، كان في حاجات كنا بنوصلها مع الدير معرفش ايه اتاريها، كانت هدومه وكتبه وكده، فبقيت اعرفه فسلمت عليه كان اصحاب بقى نعرف بعض، هي دوب احنا اتقابلنا المره دي، وبقيت كل مره اجي اروح اترهبن اجي قصدي اسف اخد خلوه تقابله اطلع دير الانبا بشوي لان ليا واسطه هناك اعرف الاخ ده هناك، فاخ ده حاجه كبيره قوي، فكنت اروح ينزلني في القصر، كان في ذلك الوقت ماسك القصر بتاع دير الانبا بشوي اللي هو قداسه البابا حاليا، ويعدي مثلا خلوه كده كام يوم، فكل مره استسهل اروح الانبا بشوي. فلما جيت اترهبن بعد 4 سنين الفكره بقى لما اختمرت يعني اختمرت وحسيت ان انا مرتاح لكده، كان ده المكان الطبيعي اللي انا ارتاح ليه، ودي كانت البداية. دي كانت بداية دخولي الدير. طريق جميل يا سيدنا. أنا قعدت في الدير من 92 لغاية 99، في خلال هذه الفترة ما خرجتش خالص نهائيا ولا حتى لغاية الوادي خالص. طالب رهبنة الفترة دي كلها؟ لا، طالب رهبنة لغاية يناير 95، 7 سنين ما بين الأبيض والأسود يعني. وبعد ال7 سنين رحت أبو ظبي 5 سنين، وبعد كده اتقسمت 2004. طولت العمر ليك يا سيدنا، ربنا يخليك. الترانيم مع نيافة الأنبا أباكير ليها طعم وشكل جميل جدا بصراحة، زي ترانيمة مثلا تمشي شرق تمشي غرب. الواحد لما بيبقى في أي موقف كده ويتفرج على اليوتيوب ويطلع الترنيمة دي، معرفش بتدخل السعادة جوه القلب، وتلاقي كده كل واحد بيقولها كأنه طفل صغير، والضحكة نيافتك ونيافتك قاعد في الأرض مع الشعب جميلة. الترانيم في حياة نيافتك شكلها إيه؟ وكتابة الترانيم يا سيدنا، نيافتك اللي كاتب الكلمات دي؟ لا، احنا بناخد جزء من ترنيمه ونزود عليها، نعدل عليها، نشيل نحط نزود لحن، نقتبس لحن من حته يعني، بنغشش يعني بنعمه ربنا بس. او بعض حاجات نالفها على بعض، بنظبط يعني مش. لكن انا قعدت فتره احب ان لحن مزامير مع مجموعه كبيره من الناس تلحن، وشويه واحده انا لحنه وحد تاني يلحنه، كنت مقتنع بفكره ان احنا نحفظ المزامير بلحن علشان نعرف نصليها لان حفظها صعب، فلحنا جزء كبير منها. الترنيمة الخفيفة دي بتاعت تمشي شرق، ودي يعني يمكن كان ليها أصل لكن احنا نسينا الكلام فحطينا كلام تاني، دخلنا فيها السويد والصعيد ايوه صح وحاجات كده، بس الظاهر الحاجات دي بتبقى خفيفة على قلب الناس أكتر من الكلام التقيل يعني. ايه أكتر مزمور عالق في ذهنك يا سيدنا وتحب تردده؟ آخر مزمور في باكر اللي هو إليك يا رب نيافتك تقول لنا بترنيمة سيدنا؟ لا ده ما اتلحنش لسه، ما طويل. طيب ما تقول لنا حاجة اتلحنت يا سيدنا، موجودة على القناة بتاعتنا على اليوتيوب كل المزامير متلحنة. مش عاوز نيافتك تقول؟ لا موجودة متلحنة كلها وعلى القناة بتاعتنا، على عاملين قناة على اليوتيوب اسمها بيشوف أنبا بكير، ما عليها كل المزامير متلحنة. خلاص ماشي يا سيدنا. طيب التسبحة في حياة نيافة الأنبا بكير، نيافتك عاشق لصلوات التسبحة، وده احنا بنشوفه لما بتشاركنا التسبيحه هنا يوم السبت لما بتجي لنا هنا فيينا، بنشوفه في دقه الناقوس بايد نيافتك، وفعلا كانك مش على الارض كانك في السماء، بترنم بطريقه جميله قوي يا سيدنا. لا مش قوي كده، لكن احنا حبينا التسبيحه من واحنا في ثانوي والجامعه، وكان كتاب لمريمينا شبرا من اوائل الكتب اللي نزلت، اشتركت فيها مع الاستاذ طارق، كنا نروح نصور واكلاشيهات وبتاع، عملنا كتاب المعرب، طبعا اللي شاطرين في القرث ما بيحبوش الكتب المعربه، لكن احنا ساعتها استسهلنا وعملنا المعرب ده، كان اول كتاب طلع. وبعد ما طلع كتاب المعرب ده بقينا نحفظ التسبيحه بسهوله ونحفظ التسبيحه، وانا ما كنتش حافظ التسبيحه يعني لغايه وقت قريب،
من ذكرياتي ان انا مره كنت طلعت مؤتمر بالغلط، يعني انا طالع صغير في اولى جامعه ولا حاجه مع مؤتمر ثانوي، وكل الخدام موجودين وابونا جاي وناس كتيره مسؤوله جاي، والمؤتمر 150 واحد كله اعتذر، وبقيت انا المسؤول الاول في المؤتمر فمش عارف اعمل ايه. فحفظهم كانت قارب صليم، ودي حاجه سهله بس انا ما كنتش حافظها لغايه دلوقتي، فحافظ لغايه بيت معين. ففاكر كنت اقعد احفظهم لغايه البيت اللي انا عارفه، وبعدين اقول نعيد تاني عشان نثبت، واروح للاستاذ طارق اكلمه في التليفون، تليفون تمام الارضي، ويحفظني بيت بيت عشان ازود بيت بيت لان ما مش عارف غير كده. واقول لهم لا كفايه انا شايف، هم يقولوا ما خلاص حفظنا، نقول بقى اللي بعده، اقول لهم لا يعني عشان نعيد. نعيد عشان انا مش حافظ اللي بعده، لغايه ما هو حفظني اللي بعده على التليفون ازود واحد. قعدنا 4 ايام المؤتمر ده كده. فانا ما كنتش شاطر قوي في التسبيحه، لكن طبعا لما دخلنا الدير اشتغلت ككنايسي. الكنايسي ده اللي هو مسؤوليته يضرب الجرس ويحضر الكنيسه عشان التسبيحه، ونعمل تسبيحه كل يوم، فكان ده شغل. لكن اللي اشطر مني بقى كان انبا جبريل. هو ما كانش كنايسي، لكن كان ينزل قبل التسبيحه وواقف على طول على المنجليه من الاول للاخر، انا اتحرك واروح اعمل واشوف الاباركه واشوف اللي هيصلي، هو واقف في المنجليه، يا محب للتسبيحه جدا اكتر مني الحقيقه. ولما جينا دلوقتي بقينا نقول التسبيحه، يعني في الدير كنا نتمسك ان لازم قبطي. الحقيقه مع المرونه يعني حاسس ان المهم ان احنا نبقى فاهمين، يعني عندي ناس بتعمل تسبيحه عايزين يقولوا بالعربي يقولوا، السويدي يقولوا، المهم يفهموا، يعني ما بقتش اتمسك قوي. لكن طبعا لازم القبطي الى حد ما، الالحان ما بتتوزنش غير في القبطي، لكن يعني على قد ما بنقدر، يعني مهم يبقوا فاهمين، مهم يبقوا مستمتعين. اكيد. بمناسبه الكلام عن يافطة الانبا جبريل، ايه احلى الذكريات مع بعضكم يا سيدنا؟ ايه اللي تفتكروا من الذكريات الجميله جوه الدير؟ اكيد في حاجات كتير. نفتكر ان احنا كنا في جيل متزامن، وان هو كان ملتزم، وانه هو سبقني في الخدمه واترسم قبلي بحوالي 4 سنين كاسقف. ونفتكر ان احنا كنا مع بعض، يعني ممكن نقعد نتجادل ونتناقش، حتى لسه كنت قريب بتكلم اقول له احنا زي زمان بالظبط، ما اتغيرناش ولا حد اتغير، ولا نيافتك كل واحد فينا ليه طبع مش هيتغير، لكن كنا نحب بعض ونحترم بعض. لكن كنا ممكن نقعد نارجو مع بعض يعني، ويقول لي كده واقول له لا، ونحب نقعد نتناقش. يعني من ذكرياتي معاه انه كان سيدنا ماسك بيت الكهنه مع نيافة الأنبا سلوانس حاليا، وبعدين سيدنا جاله دور برد، كان اسمه الأخ مينا وأنا اسمي الأخ صدراك، لابسين أبيض إحنا الاتنين في فترة متزامنة. فهو أخد أجازة شهر، فانتدبت أنا بداله، فانتدبت بداله مع نيافة أنبا سلوانس اللي هو كان اسمه أبونا لويس ساعتها. وبعد كده أنا عايز أرجع بقى، كنت ساعتها ماسك الكانتين، فكان يظهر شكلي كده ايه سيدنا عايز يسيب الشغلانه ويسيبني انا اكمل الشغلانه. وبعدين جه نيافه الانبا سرمون اتدخل وخلاني انا امسك الكنيسه، ورجع سيدنا تاني لشغلانته اللي هي مع الكهنه اللي بيقضوا 40 يوم. فكنا في الايام دي بنتكلم كتير، سيدنا انت مش خفيت بقى ما ترجع شغلانتك وتسيبني انا اروح حته تانيه؟ لكن كنا اصدقاء. يعني نرجع ليوم الرسامة يا سيدنا، رسامتك كراهب، مشاعر نيافة الأنبا أباكير وقتها كانت شكلها إزاي؟ أنا ما صدقت، لأن أنا قعدت حوالي 3 سنين، فأنا كنت يعني حاسس بإن إحنا ساقط دفعة يعني. وإحنا ملناش حد ولا واسطة ولا حد يعني يجيب لنا الدور، فإيه قعدت 3 سنين على ما وكانت مفاجأة ليلتها. وكان هيترهبن معانا نيافة الأنبا ديفيد ونيافة الأنبا بولس، ودول كانوا يعني في المقر تبع سيدنا البابا، فسيدنا البابا اللي قرر رهبنتهم. فراح كان ممكن يرهبنوهم واحنا نتأخر، لكن الأنبا سرمون زقنا بقى معاهم فبقينا مع بعض، يعني صعبنا على الأنبا سرمون فقال لا خلاص ندخل دول. إنما أذكر قبلها بسنتين ونص كان أنا كنايسي أخ بنظف الكنيسة وأغسل وأمسح الأرض يعني، والمقشات أكنس، فشايل دفعة مقشات وماشي بيها ورايح يعني بدندن يعني،
ورايح اشيلها في المخزن. فطلعت كده لقيت نيافه الانبا صربمون واقف والرهبان واقفين وانا شايل المقشات. فانبا صربمون قال لي حبيبي ازيك احنا هنرهبن بكره. فقمت انا فرحت قوي قلت يمكن هيرهبني بكره. قال لي بس مش هناخدك بكره يعني المره الجايه. قمت رامي المقشات على الارض. فراح سيدنا قال لي ايه ايه اللي وقع منك ده تعالى ايه. وجابني انا بقى خلاص بقى يعني صعب عليا نفسي بقى بدل ما احنا مش هنرهب من بكره خلاص بقى. قال لي بس انت توضى بالكنيسه عشان سيدنا البابا هيجي الرهبان. قلت له حاضر خلاص وعايز امشي بقى مش عايزني امشي هو سيدنا. وقعد يكلمني وانا خلاص بقى هعيط يعني ما خلاص مش مهم نترهبن المره الجايه وخلاص هنعمل ايه. وبعدين صعبت كده على الانبا صربمون فخدني على جنبه وقال لي احنا هنرهبنك بس المره الجايه ان شاء الله يعني ما عنديش اي اعتراض على رهبنتك ويعني طيب خاطري كده وخلاص. وقال لي هنرهبنك انا ما بقولش او الانبا صربمون عمره ما يقول ميعاد الرهبنه هنرهبنك في شهر مارس السنه الجايه. فخلاص اطمن يعني فسكت. جات الظروف بقى في شهر يناير 22 يناير البابا شنوده عايز يرهبن كان الانبا بولس والانبا ديفيد. فراح الانبا صربمون دخلنا معاه فترهبنا في يناير بدل مارس بس هو كان واعدني في مارس بس الظروف جت كده فهو ما استناش بقى راح مدخلنا في يناير. بس اليوم ده طبعا كان يوم الواحد شعر بالاستقرار يعني طول ما هو حاسس انه اخ حاسس بقى انه خلاص انا اخيرا بقيت راهب يعني عشان الواحد يعرف راسه من رجله يعني. مين اللي اختار لنيافتك اسم اباكير؟ كان ساعتها لان البابا شنوده مش عارف الاسامي اللي في الدير يعني فكان بيقول كل راهب يرشح ثلاث اسماء. فانا اول يوم دخلت فيه الدير كنت قريت اي كتاب طلعت اي كتاب من المكتبه كده فطلع اباكير. قلت مين اباكير ده؟ ده اسمه سهل هو ليه ما فيش حد اسمه اباكير؟ فخليت الاسم في ذهني لغايه ما جه بعدها الميعاد بعد 3 سنين كتبت اباكير اول واحد وبعدها كتبت حاجات تانية مش فاكر هي ايه ارشليليس يمكن. وبعدين هو البابا اختار اول واحد كان كل راهب مرشح ثلاث اسماء فخد اول واحد اللي هو اباكير. وحتى هو قال لي اباكير ليه؟ قلت له كويس يعني. كان ابونا استفانوس الله يديه نفسه راح قال له اصل هو يمكن دكتور واباكير كان طبيب. قال له اه. وقال لي انت من اسكندريه؟ قلت له لا مش من اسكندريه سيدنا. قال لي طيب اباكير كويس. كان ساعتها الاسم جديد خالص كانش فيه ولا راهب ولا كاهن باسم اباكير. بعد كده زي افتكروه كان منسي فبقى في رهبان في الأديورة بقى بكير وبقى في رهبان في او يعني كهنه متزوجين في الابرشيات ما كانش الاسم متداول. فزي ما انا يعني خدت اول واحد كده قاموا افتكروه يعني. اهم 3 تواريخ في حياه الانبا بكير تاريخ الرهبنه وتاريخ الاسقفيه طبعا تاريخ التجليس لان انا قعدت 5 سنين اسقف عام فلما اتجلست دي كانت حاجه مهمه. حاسس بقى ان يعني كفاية حاجة مش محددة أنا ماليش شعب محدد بقى ليا شعب محدد خلاص هو بقى نصيبهم كده ربنا معاهم. ربنا يديم نيافتك يا سيدنا. مين اللي رشح نيافتك للدول الإسكندنافية؟ كان برضو الأنب سيدنا البابا شنودة كان الأنبا أنتوني بيشرف على الدول الإسكندنافية وبدأ يعني يمرض شوية فقال البابا شنودة يا ريت تشوف حد. الدول الإسكندنافية اللي هي عبارة عن السويد وأيرلندا وفنلندا. لا أيرلندا دي حاجة تانية تبع الأنبا أنتوني. السويد والدنمارك جنوبها الدنمارك وفنلندا والنرويج وايسلندا. ايسلندا ما فيهاش حاجه لغايه دلوقتي. هم انبا انتوني قال له يعني انا صحتي تعبانه ويا ريت واحد. قال له ما فيش حد جاهز. قال له الانبا بكير جاهز كان بقالي 5 سنين اسقف عام. فقال له قول له انت لو وافق ووافقت وجت القصه كده يعني. واللغه هناك يا سيدنا كل بلد ليها لغه للاسف صحيح بس انا عشان معظم الوقت في السويد هو اقرب لغه لينا لكن الدنمارك غير السويدي غير كله لغات تانية. فنلندا دي حاجه تانية خالص لغات تانية. بس الانجليش مهم فيهم كلهم اكيد اللغه الاولى في العالم فبالتالي لا مهم يعني اللغه تانية في البلاد دي كلها مهمه. انت تعرفت نيافتك على قداسه البابا تواضروس هل ايام ما كان ابونا سيودور ولا في دير الانبا بشوي طبعا في دير الانبا بشوي ومن قبلها من وهو كان طالب رهبنه كان في ماسك القصر كان بيبيتني في بيت الخلوه في بدايه دخوله هو الدير في اوائل وانا بتردد 87 كده حاجه زي كده 86 ولما اترهبن ولما انا اترهبنت هو سيدنا كان بيخدم. فاكر قوي الزياره دي جالي قليتي واداني الكتب بتاعته اللي هو مفاتيح العهد الجديد كان معموله ما كانتش لسه الطبعه زي دلوقتي كده فدهاني وقعد يشرح لي هو بيعملها ازاي وهو عارف ان انا بحب الكتاب المقدس فهو برضه مهتم بالكتاب المقدس.
وزارني وبارك لي يعني، وانا لسه دقني ما طلعتش في داي وان يعني، اول ما طلع بنت. بعد كده برضو في موقف كان حصل لطيف، لما انا دخلت الدير اصلا اسرتي لما جت الدير جت بعد اسبوع كده، وبيبقوا متاخدين ان ابنهم دخل الدير، فالراهب اللي استقبلهم وزورهم الدير والحصن كان هو قداسة البابا تودروس، فهو فاكر حتى الموقف ده، فكر بيه والدتي، اللي انا فاكر الموضوع ده لما يعني جيتوا اول يوم وقعد يقول لهم انتوا قدمتوا ابنكم لربنا، ولف بيهم الدير وفرجهم الحصن وشرح لهم وهداهم كده وجاب لهم شاي، ويعني روحهم مبسوطين يعني. هي الأسرة كانت معارضة يا سيدنا على دخول نيالتك الدير في الأول؟ كانت معارضة بس مش عارفين يعملوا ايه، فاستسلموا للامر الواقع. طب ما كانش في حديث بينك وبينهم قبلها يا سيدنا فاجئتهم؟ كنت بعدت مع الموضوع ده خالص، وما عنديش مانع ان انا اغلوش وان انا باين ان انا عايز اسافر، وان انا ما عنديش مانع اتجوز، وعامل لخبطه كتير، بس هم ما كانش خايل عليهم يعني، كان واضح. مش قوي يعني، بس هم فاهمين يعني. رأي نيافتك ايه في مشاكل اللي بتقابل الأسر في المهجر؟ زيها زي اللي بتقابل الأسر في مصر ولا في اختلاف؟ لا، الناس هي الناس، والخطايا هي الخطايا، والشيطان بس بيتشكل بحسب الظروف. بس في عندنا في أوروبا يعني الدنيا مفتوحة أكتر، وما بيتكسفوش أكتر، ولو إن الإنترنت خلى العالم كله يعني محصل بعض، حتى لما ننزل مصر ما بقتش مصر زي زمان، نفس خطايا الشباب وخطايا الناس بسبب الميديا، كله اختلف، فتقريبا محصلة بعض. أنا مش شايف فرق كبير، بس الفرق عندنا الدنيا مكشوفة. لو حبينا نرجع لزمان أكيد كان لنيافتك هوايات، هوايتك زمان اختلفت عن هوايات دلوقتي يا سيدنا ولا أنا زمان كنت غاوي جمع طوابع، طوابع بريد، طوابع؟ وكان عندي طابع بريد للطويل كده للنرويج، فقال لهم يا في بلد اسمها النرويج، تتخيلوا؟ ما كنتش تعرف مش نيافتك عارف كده. اللي هيجرى لي أصلا. يعني كنت دول النرويج والبلاد دي كانت بلاد غريبة بالنسبة لنا يعني، وده وانا في ثانوي كده كنت غاوي موضوع الطوابع ده، وكنت انزل اشتري طوابع واتبادل مع الناس، ويعني الموضوع ده كان مشغلني شويه فتره. وبعد كده كانت الهوايه الاساسيه القراءه، يعني ابتديت اقرا في سن بعد كده، كل ما يقع تحت ايدي اقرا يعني. والقراءة بتهيألي دي هواية مستمرة مع نيافتك، قارئ جيد. شيء طبيعي ان الواحد لازم يقرا، يعني ما بيقراش بينشأ، بس احنا دلوقتي مركزين قراءاتنا مش في اي مجال، في اي حاجه، قراءاتنا في المجال الديني، لان هو ده المجال المهم اللي احنا لازم، هو ده حياتنا يعني. هل في كتاب مفضل لنيافتك غير الكتاب المقدس طبعا؟ كتب التفاسير كتاب مقدس، انا بحب اقرا تفاسير كتاب مقدس يعني. انا لكاتب معين؟ ضيعت، مش ضيعت وقت، خدت مجهود كبير في ان انا اقرا كل ما نزل في تفسير كتاب مقدس. الفرع ده أنا بحبه، الفرع ده بالذات. أي كتب روحية بتبقى جميلة، لكن يعني الواحد بيقرأ مرة وبعدين بيشوف غيره. لكن تفسير الكتاب المقدس دايما الواحد عايز يشوفه، وعايز يشوف الفروقات، والكتاب ده قال إيه، والكتاب ده قال إيه، والكتاب ده قال إيه. ده الفرع اللي أنا بحبه. نيافتك قلت في عظة الأحد بكنيسة العذراء الصبح إن كل تجربة ربنا بيسمح بيها بيكون فيها منفعة وبركة لينا، لكن إحنا في الصلاة الربانية سيدنا كان نفسي أسأل السؤال ده بصراحة، بنقول ولا تدخلنا في تجربة. هل بكده احنا بنعترض على مشيئة ربنا في حياتنا فعلا؟ لا 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 تدخلنا في تجربة. دي احنا نقصد ربنا، ما التجارب بتاعت الشيطان، لكن التجارب اللي بتيجي من ربنا دي كلها بركات. في تجارب بتيجي من ربنا احنا ملناش ذنب فيها، دي كلها بركة، لكن في تجربة انا بدخل نفسي فيها زي ما يكون الاسد في القفص وانا احط ايدي جوه القفص، يبقى دي تجربة ربنا بعتها لي، ولا أنا لا اللي أقحمت نفسي فيها؟ صح، أقحمت نفسي فيها. أقحمت نفسي فيها، يبقى دي ما تدخلناش فيها، دي غلط، نتيجتها غلط ونتيجتها أذية. لكن أنا ما عملتش حاجة خالص ولقيت المرض جالي، ولا المشاكل حلت عليا، أو الاضطهاد جه عليا، دي تجارب من ربنا ولابد بسماح منه بالدرجة معينة عشان فايدة معينة، ولابد ليها منفذ. عجبتني قوي يا سيدنا كمان العظة نيافتك اكدت على ان كل الاحداث اللي بتحصل من اضطهادات في العالم كله مش بس في مصر الفكر فيها واحد، يعني احنا طول الوقت بنفكر بالتفكير البشري في حين ان ربنا بياخدنا لحاجة تانية خالص، ان حتى ممكن تختلف الاسباب كتير بس الاضطهاد هيفضل هيكون موجود. صح، كنت بقول ان المحرك الاساسي للاضطهاد هو الشيطان، صح، يستخدم اي ناس،
يعني احنا حاليا شايفين ناس معينين فاكرين ان هم دول المضطهد. ابدا، الاضطهاد كان بادي من اليهود واستمر، وحق الرومان الشيوعية والرومان، ولو خلص العصر الحالي هيطلع حاجة تانية جديدة، لان الشيطان هيفكر في ناس تانية تضطهدنا. فهي الفكرة كده، المحرك الاساسي هو الشيطان. بس الفكرة دي كانت معزية قوي بالنسبة لنا، يعني حسيت ان الواحد ارتاح شوية بعد ما تمعن فيها كده. ما هي دي الحقيقة فعلا، ان احنا زي ما بولس الرسول قال حربنا ليست مع لحم ودم بل مع الرؤساء مع السلاطين. احنا مش بنتحارب ناس، احنا بنحارب الشيطان. وبرضو ما تقدرش تلوم اللي قدامك قوي، لانه مثلا كان واحد بيقول لو انت ماشي ولقيت واحد امزقك وقعت في حفرة وانت اتعورت وطالع من الحفرة عايز تتخانق معاه لقيته اعمى، هتعمل ايه؟ فهو غصب عنه. بولس الرسول اللي كان شاول كان بيضطهد المسيحيين وفاكر ان هو بيعمل خير، فهو نفسه كان في نفس الموقف ده في يوم من الايام. بجد يا سيدنا كنا فرحانين خالص بوجود نيافتك معانا، ونتمنى وجودك دايما وسطنا، ونيافتك ما تتوقعش قد ايه بجد ولاد الكنيسه هنا بيحبوك خالص وبيبقوا وانا فرحانين كمان قوي، بحبهم قوي، ببقى فرحان بزياره يعني كل الشباب بيبقوا فرحانين يومين ومستنيين زيارتك لينا حقيقي بجد. حقيقي. انا كمان ببقى مبسوط بيهم قوي. ونيافه الانبا جبريل بصراحه بيحب نيافتك كتير، ودايما بيقولها لنا بكل فرحه الانبا بكير جاي، فبيبقى فرحان خالص بزياره نيافتك. دايما تزورنا يا سيدنا، دايما ان شاء الله على خير. تعيش يا سيدنا شكرا كل زياره. شكرا لنيافتك. نحن طيبة مسيح.